مستغربة قوي، حلوة يا بلدي، تغذية، رياضة، حاجة غريبة قوي إن إحنا بنربط رياضة بتغذية بحلوة يا بلدي. طب إيه علاقة ده بالسياحة؟ إيه علاقة ده بإن أنا أروج للسياحة في مصر عن طريق التغذية؟ طب حاجة برضو شوية غريبة. لا مش غريبة ولا حاجة، الدول المتقدمة كلها بتهتم بالإنسان، الإنسان بكل ما هو متعلق به، صحته، جسمه، عقله. وأنا بتهيألي إن صحة الإنسان بتبتدي من هو صغير قوي، يعني من أول ما بيتولد، وبتهيألي إنه التغذية هي حياته، يعني إحنا حياتنا كلها مرتبطة بالتغذية. فيعني لو اللي يقولك إنه الأكل الصحي عايز فلوس كتير فده مش حقيقي، اللي يقول إنه مصر ما بتستجبش أو الناس المصريين ما بيستجيبوش قوي للنصايح ده مش حقيقي. الناس عايزة اللي يثقوا فيه، يعني الناس عايزة اللي يروح لهم بلا مصلحة. ميرسي قوي وطولت عليكم، وإن شاء الله نشوف كلنا مصر بخير. كل الأطراف لازم تشارك تغذية، لأنه صحة الإنسان مهمة قوي للبلد، لأن صحة الإنسان هي دي اللي البلد عايزاها. صحة الإنسان هي دي اللي البلد دلوقتي محتاجاها. نفسي قوي انه البني ادم المصري يبقى بيهتم بصحته، يعني لازم يهتم بتغذيته، لازم يهتم انه صحته تبقى كويسه زي انت، لازم يعرف ان الكلام ده مش مكلف. دي رساله نفسي اوصلها لكل المصريين، نفسي اوصل لهم انه الغذاء النظيف والصحي مش مكلف، وده حاجه مغلوطه عن المصريين، ويمكن مش واخدين بالهم منها قوي، لانه دايما بنتكلم عن التغذيه الصحيه، واخدين قوي دور التغذيه الصحيه التوفيريه. دايما بنتكلم انه الاكل غالي قوي، لكن مش بنتكلم ازاي ممكن نعمل اكله رخيصه صحيه قوي ونظيفه قوي وكويسه قوي. ودايما حتى الناس اللي بيقدموا لنا الاكل الرخيص شكلهم مش بيبقى جذاب قوي للناس، يعني حتى الناس مش بتنجذب ليهم، الناس بتنجذب للناس اللي بيقدموا اكل غالي قوي. يعني القنوات اللي بتقدم الاكل الحلو بيقدموا اكل حلو غالي، وده بيضايقني قوي. ليه؟ تعالوا مع بعض نعمل حاجه ممكن تساعد المواطن المصري البسيط، وتقدم له اكله حلوة قوي بطريقة جذابة قوي ومش غالية وصحية. دي رسالة اللي نفسي قوي اوصلها لكل المصريين. يعني يمكن الدولة بتصرف مليارات على المستشفيات، بتصرف مليارات على دعم الأدوية، كل ده هيقل قوي لما صحة المواطن هتبقى كويسة. بجد لازم نهتم بيها. حتى انا شاركت في الايفنت عشان انا عارفه ان ده ايفنت سياحي، كنت عايزه ابين للعالم كله انه مصر بتهتم بصحه المواطن.